مشاهدينا الكرام، بهالحلقة من سكوب للقلقة يو بيروت حابين نستضيف إنسان هو صديق، إنسان ممثل فنان، وهو بالفعل الأول بالصف. شو ما حنقول عنه قليل. أستاذ جورج خباز، أهلا وسهلا. أهلا فيك. أهلا وسهلا فيكم. الحمد لله. كيفك تمام؟ أنت؟ كله تمام. كيف للقلقة يو؟ تمام، ماشي حالك. سلم لنا على الجميع. على راسي وصل. فردا فردا. كلهم فردا فردا. وفردة فردة. فردة فردة. كله تمام معك؟ الشغل والمسرح؟ الحمد لله. تمام. أستاذ جورج، بدي توصف لي جورج خباز بجملة واحدة. يعني بجملة واحدة أنا بعتبر حالي انوجدت ومعي رسالة. هالرسالة هي من خلال المسرح. يعني دوري هو بالمسرح. أنا رجل مسرح وأتمنى التواصل مع الناس دائما من خلال هالمنبر الثقافي الترفيهي الحضاري والتواصلي مع الناس لحتى تكون مراية ناصحة لمجتمعهم. المسرح شو بيعني لك كشخص، كإنسان، كجورج خباز؟ المسرح هو بمثابة شو لك؟ أنا بالنسبة لي المسرح في عنده عدة، إذا بدك عدة وصف، يعني كذا وصف المسرح، بس أهم شيء بالنسبة لي هو مسألة توقيف في الزمن. أنا بيوقف الزمن عندي لما بفوت بعالم آخر بشخصيات تانية، عم بحكي على الصعيد الشخصي. بس بالنسبة للناس هو إذا بدك إن يشوفوا الزمن مثل ما هو بس بشكل آخر، يعني بنقوا شخصية بتشبههم، المشاهد بنقي شخصية بتشبهه، بيتفاعل مع هالشخصية أو بيتفاعل مع نفسه من خلال هالشخصية، فبيبكي على حاله من خلال هالشخصية أو بيضحك على حاله من خلال هالشخصية. بالنسبة لي المسرح كمان مثل ما قلت لك هو منبر تواصلي إنساني كتير كبير وحضاري. يعني ما تستهون إنه شخص جاي لعندك من بيته حاطط كل وقته، حاطط كل ثقته فيك لحتى تقدم له عمل بيرضي طموح ما جيته لعندك، وعدا عن إنه الماديات اللي حاططها من حق بطاقة لبنزين لمشوار إلى آخره. فالمسرح يعني أنا بالنسبة لي هو مثل المذبح حقيقة، يعني خاصة المسرح العائلي، المسرح الكوميدي اللي بيعتمد على كوميديا الموقف يلي هي من أرقى أنواع الكوميديا، البعيد كل البعد عن الابتذال والتهريج واللعب على الغريزة الجنسية والسياسية. فأنت بتكون بموقع فيها توصل الرسالة بشكل كتير سريع للقلب وللفكر بنفس الوقت. في كتير عالم شكروا لما يحضروا مسرحياتك، بيقولوا المسج تاعيتك لما توصل عن جد بتوصل بالقلب وبالوجدان تاعهم، يعني بالروح. انت المسج تاعيتك وصلت لروح الانسان قبل ما يكون هو انسان لبناني الى شو ما كان يكون. يعني كتير عالم شكروا، هل انت هيدا الشيء اشتغلت عليه ولا انخلق معك؟ هلا بدون شك بتعرف انا اول ما بلشت بعالم المسرح لانه انا بجو فني، فتت لانه انا بحب هذا المطرح، بحب اني اكون على الخشبه، ما كنت اعرف ليه، وكنت متعه امتاع الناس بالنسبه لي شغله كثير كبيره. بس مع الوقت ومع العمر ومع النضج والثقافه اكتشفت انه اضحك الناس لوحده ما بيكفي، لازم يكون مقرون برساله معينه، لازم يكون مقرون بوجع معين او منطلق من وجع معين. فاعتمدت على كوميديا السوداء او ما تسمى بالاجنبي البلاك كوميدي، يلي هي منطلقه من ماساه او على باس دراماتيك، يعني الباس تبعها ماساه نحن عم نعيشها بمجتمعنا ولكن معالجه بشكل كوميدي لحتى نحط الاصبع على الجرح، لحتى مثل ما قلت انه نتفاعل مع نفسنا من خلال هالشخصيات اللي بتشبهنا اللي بنشوفها على المسرح. اكيد بننقل الواقع مثل ما هو، بس الواقع لوحده ما بيكفي، ناشف، فمن طعمه بمشهدية معينة مليئة بالخيال، بحبكة مليئة بالخيال، ولكن الشخصيات هي مقتبسة من المجتمع ومن واقع المجتمع المرير للأسف. فكل هذا مع الوقت اكتشفته بحالي، اكتشفت أنا كمان قد ايه بحاجة أنه أتواصل مع نفسي، قد ايه بحاجة أني أتعرف على نفسي، أتعرف على مجتمعي، أتعرف على بيئتي، أتعرف على الآخر، أتواصل مع الآخر أيا يكن الآخر. فهيدا إذا بدك من انطلاقا من حاجة أنا شخصية حسيت أنه هالحاجة الشخصية منا بس فردية ومنا حالة خاصة، هي حالة عامة، فقررت من خلال المسرح انه اشتغل هيدا النوع يلي بدق بوجدان الانسان وبيضوي على السبب مش على النتيجه. لانه للاسف الاكثريه المسرحيات الكوميديه
حتى الدرامية بتضوي عن نتيجة، إنه وضع البلد والوضع الاقتصادي والوضع الأمني والوضع السياسي، ولكن هذا كله نتائج. شو السبب؟ السبب هو خلل اجتماعي إنساني بالدرجة الأولى. فمن دون ما نطرح حلنا مصلحين اجتماعيين، بنضوي على الأسباب اللي نحن بنقدر نشوفها مثلنا مثل كل الناس. بس الفرق بيننا وبين الناس نحن كمسرحيين إنه نحن بنقدر نترجم أفكارنا من خلال مشهدية معينة. طيب بدي أسألك، أنت مين حمسك وساعدك وكمان فينا نقول شجعك تفوت بهذا الاختصاص؟ نعم، يعني مين هو كان السبب الرئيسي بحياتك لوديك أنك تكون ممثل؟ أول سبب موهبتي اللي اكتشفتها عبكير. تاني سبب هني أهلي يلي إذا بدك حضنوا هالموهبة وإذا بدك غزوها بما يلزم من أنا وصغير لهلأ، من مشاهدات، من مطالعات، من كتب. يعني أنا أهلي أخديني على مسارح أنا وصغير، عدد شعر راسي إذا بدك، لأنه هني كمان بيحبوا المسرح وبيحبوا الثقافة وطوقين إنه يكتشفوا مواضيع جديدة بالثقافة. فهذا شيء كتير أنا ساعدني على إنه نمي موهبتي. وبعدين عن كبر إذا بدك الكوميديا أو الكوميدي اللي فيي قررت وصفه بالمطرح الصحيح، قررت وصفه لحتى يقدر يوصل شيء معين، مش يكون بس مجرد إضحاك للإضحاك. هلأ حلو الضحك وحلو التسلية، وبيمرق أوقات بمسرحياتي بعض المواقف هيك إذا بدك فقط للإضحاك، ولكن المادة الأساسية قائمة على أنه نقدر من خلال هالضحكة نوصل رسالة إنسانية اجتماعية وطنية ببعض الأوقات بأسرع وقت ممكن. جورج الإنسان مين هو؟ بحكيك صراحة ما فيك تفصل جورج المسرحجي عن جورج الإنسان، يعني مربوطين ببعضهم ارتباط وثيق. لأنه أول شيء إذا بدي أحكيك عمليا، أنا 80% من حياتي أخدته شغلي، يعني 80% فأنا زلمة فيك تعتبرني إذا بدي أختصر حالي بكم كلمة، وهودي شخص أكيد منهم أنا، بتعتبرني إنسان حساس، إنسان طموح جدا، نشيط، عصبي كتير، أو إذا بدك جدي بعملي وجديتي تلامس العصبية. بنفس الوقت عندي قصص أنا ما بحبها فيي، مثل إنه بطلب من الناس إنه يكونوا مثلي خاصة بعملي، عرفت علي؟ يعني بطلب منهم إنه يفهموا القصص مثل ما أنا فهمها وقد ما أنا فهمها بالوقت اللي أنا قاعد وشاغل علي وكذا، فبدي أطلب من الممثل دغري إنه يلبيني مثل ما أنا بدي بالوقت اللي أنا صار لي وقت. فهيدي قصص. بس أنا إذا بدك يعني اختصر حالي بكلمتين، انا رجل هوايتي البحث عن الجدليات والخوض فيها. تمام، اسم الله. كمان نعرف انك جاي من عائلة بالمجال الفني عريقة، نعم، والدتك نعم. ووالدك بي مثل ب كتير مسلسلات على تلفزيون لبنان مثل البؤساء، رياح شمالية، شباب 73، شوي ابو ملحم، أسير المحراب، أبو ملحم شوي، مثل مع زياد الرحباني بمسرحية سهرية، أمي كمان بتمثل وتعرفوا على بعضهم على المسرح بنادي بقناية، وصوتها حلو، وإخوالي موسيقية، وعندي خالي غسان كمان بيمثل صحيح. معي بالمسرح. فهذا الجو يعني مثل ما سبق وقلت لك إنه هذا الجو كتير ساعدني على إنه اكتشف موهبتي باكرا وعلى إني أعرف وظفها بالمطرح الصحيح. طيب استاذ جورج، بدي اسالك، كل هول اللي وصفتهم، لو ما انت هلا ما كنت جورج، مين بتفضل تكون؟ مين بتحب تكون؟ وشو معقول تكون عم تعمل هلا؟ يعني أنا إذا بدك تقول لي إنه مجبور تختار مهنة غير المسرح غير التمثيل، أنا بروح على الموسيقى، لأنه أنا موسيقي أصلا كمان، ودرست الموسيقى بجامعة روح القدس. وبالنسبة لي أصلا الموسيقى يعني أو مسرحي يعتمد على الموسيقى بشكل أو بآخر، مش بس من حيث الأغاني الموجودين بالمسرح، من حيث إيقاع المسرحية العام، لحن الجمل اللي عم تنقال. إذا بدك المسرحية هي سيمفونية كاملة، والممثلين هن موسيقيين، كل واحد عم يعزف النوتات اللي قدامه. فأنا إذا ما كنت ممثل بفضل إني أكون موسيقي بقلب أوركستر كبيرة عندي دوري. وهون على فكرة الأوركستر هي إذا بدك رمز أو رمزية العمل الجماعي، وللأسف هذا اللي بينقصنا نحن بلبنان. صح. نحن من أنجح الأفراد بس ما في بلبنان عمل. أو بالعالم العربي، من أنجح الأفراد ولكن من أفشل الجامعات. هذا العمل الجماعي معنا إنه يعني كل واحد يكون عم يشتغل دوره، وهذا الدور هو جزء من مجموعة أدوار بتعمل عمل
جيد وضخم بسموه عمل فني أو عمل وطني أو عمل سياسي أو إلى آخره، هذا بينقصنا كتير. للأسف. طيب بدي أسألك، مصدر إلهامك؟ المجتمع، أنا من الناس وأنا بالشارع عايش مع الناس، ماني بعيد أبدا، يعني ماني قاعد ببرجي العالي، ببرجي الثقافة العالي عم اتفرج على الناس وعم بقول لهم تعالوا لعندي على ثقافتي. أنا لا، أنا من الناس من الشارع، أقتبس ثقافة الشارع وأحولها لمشهدية على المسرح. وأنا بعتبر إنه البعض بيقول لي إنه في مسرح ثقافي ومسرح مش ثقافي ومسرح شعبي ومسرح، أنا بالنسبة لي ممنوع نحرم المسرح، ممنوع حدا ينحرم من المسرح. والثقافة ليست حكر على حدا، أنا ما بفهم بثقافة الأرض قد الفلاح، ولا بفهم بثقافة إذا بدك بنفسي نفسيات الناس وأنواعها قد شوفير التاكسي، ولا بفهم بثقافة الأمومة قد الأم، ولا بفهم بثقافة الأكل قد الطباخ. فثقافة كل واحد عنده ثقافته، صحيح. والثقافة ليست حكر على حدا، والمسرح هو كل هذه الثقافات. فلحتى تقدر تاخدها مظبوط بدك تعيشها مع الناس، تعيشها مظبوط وتنعجن بوجع الناس وبفرح الناس لتقدر تكون فعلا انت مراية ناصعة لإلهم ولمجتمعهم ولبيئتهم ولهوجسهم يلي هي مجتمعك وبيئتك كمان. تشارلي تشابلن شو قصته؟ عراب الكوميديا في العالم أنا بالنسبة لي، وهو هذا الزلمة أصلا يعني مش بحاجة لشهادتي، صح، هو جينيس بوك من ناحية الشهرة ومن ناحية الـ 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 الكوميديا الراقية اللي قدمها. شارلي شابلن زلمة أنا بالنسبة لي عزز وثبت شيء اسمه الكوميديا السوداء اللي كنا عم نحكي عنها، وعمل أفلام رائعة خالدة ما زالت حتى الآن عم تدرس، وهي إذا بدك بتحكي عن مأساة كبيرة إنسانية بكل أفلامه، إن كان ذا كيد أو لوسيرك أو توم مودرن أو سيتي لايتس او جريت ديكتاتور، كل هودي الافلام هودي كانوا في هواجس انسانيه بدها تنحكى واسئله كثير بدها تطرح، انطرحت من خلال الكوميديا. وبعض الافلام منها محكيه ولكن الاكثريه افلام صامته، وهون كانت كمان العظمه انك توصل رساله من خلال فيلم صامت ما في حكي. فتشارلي شابلن انا بعتبره اهم كوميدي مرق، خليني وصدقني ما بكون عم بالغ، مرق بكل إذا بدك تاريخ الفنون. المسرح كله. وهو كمان كل كوميدي في العالم متأثر بتشابلن بشكل مباشر أو غير مباشر، واللي بيقول لك لا قل له إيه، واللي ما بيعرف تشارلي شابلن وعادت حاله كوميدي أنا بعتبر إنه ناقصه الكثير. بتفضل أستاذ جورج تعيش بوقتهم ولا بوقت هلأ كمسرح؟ والله ليك خليني أحكيك صراحة، نحن مش الله سبحانه وتعالى، نحن مش ما بنعرف قده التوقيت المناسب، ولو ما نحن ضروري نخلق بهالوقت وعندنا دور بهالوقت ما كنا خلقنا بهالوقت. فأنا بالنسبة لي بعتبر إنه أنا دوري إنه يكون بهذا الوقت عقد ما قادر أعطي، وأنت كمان دورك بمجالك إنك تخلق بهالوقت عقد ما قادر أنت تعطي. الله عطينا كتير، شرط إنه نكتشف هذه الموهبة، وشرط إنه نتاجر بهذه الوزنة إيجابياً لحتى تقدر توصل للناس ونلعب دورنا ونكون وصلنا الرسالة بالمكان الصح وبالوقت الصح. أستاذ جورج، في عنا نحن للأسف بالمجتمع اللبناني عنده النظرة شوي سيئة للي بيشتغل بالمجال الفني، أنت كيف بتتصرف مع هذا الأمر، هذا الواقع اللي نحن عايشين فيه كل يوم؟ بحكيك بكل صراحة وبتواضع وبعد تجربة خاصة، بتعرف من بعد ما غرقت، أنا عم بحكي على مجال الكوميديا. هلأ مجال الغناء مثل ما في طقطيق عندنا الست فيروز، وعندنا وديع الصافي، وعندنا صباح، وعندنا نصر شمس الدين، وعندنا ملحم بركات، وعندنا هلا بالجيل الجديد ملحم زين، واصوات رائعه. ف عندنا عاصر الرحباني ومنصور الرحباني وزكي نصيف وفيلم ووهبي وكل هؤلاء الكبار، مثل ما كان في طقطيق الزمن غربلهم ونسينا اسامي الطقطيق وبقيوا هالعمالقه، لانه بالنسبه لهم كان الفن مقدس. اوكي، وطقس إذا بدك طقس روحي راقي جدا. للأسف الشديد البعض دخيل ودخلاء على الفن، كمان بالكوميديا في ناس تجاريين ودخلاء وموهبتهم محدودة، محصورين بالجنس وبالسياسة بنكتهم. فبيجي بالمقابل أشخاص مثلنا، وبحكيها بكل فخر وبكل ثقة، مثلنا أو مثل بعض زملاء المحترمين يلي بيغيروا هذه الصورة وبيرجعوا بيردوا إذا صورة الفن
لأصله. أوكي، وأنا هون بعطي مثل على طول انطلاقا من ديني أنا كرجل مسيحي. المسيح هو أول مين حكي عن المسرح لما كان يعطي تترات هيك كبيرة ما يحس المجاميع ما فهمت عليه، يبسطها بتمثيلية صغيرة، صح. بتمثيلية معيوشة، بحبكة، بشخصيات تحكي لغة الناس وهواجسها. وكان يقف على تلة، تلة يعني هي نوع من المسرح، نوع من ستيج، لحتى يقول اللي بده يقوله ويوصل الرسالة. وكل الأديان كمان إذا بدك اعتمدت هذه الطريقة. فبالعكس الفن هو منبر راق، بس كل دخيل بكل مجال بيعوره وبياخده طبيعي. لصورة تانية. بدي أسألك، أطفال لبنانية الأولاد يعني شو بتحس إنه لازم يتعلموا هالفن من هنا وصغارهم حتى لو ما حبوه أو ما طبعا كانت عندهم الموهبة؟ طبعا الفن حتى لو واحد مش موهوب، إذا درس الواحد فن موسيقى أو تمثيل أو بيهذب النفس صح، وبيحسن الذوق العام حتى الروح بهذبها. طبعا. فبصير واحد ينظر للقصص من منظار راقي أكتر، من منظار إنساني أكتر، من منظار شفاف أكتر. فحتى لو ما كان موهوب ضروري إنه، لذلك أنا بدعي الدولة، وزارة التربية، وزارة الثقافة، إنه يفرضوا فرض على المناهج الدراسية بالمدارس مادة العلوم الفنية، ال 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 الإخراج، تمثيل، المسرح، الغناء، الرقص، الرسم، كل أنواع الفنون، الفنون السبعة لازم تنفرض فرض على المناهج. لأنه أنا بالنسبة لي أهميتها بأهمية العلم، المات والسيانس والفيزيك والشيمي وكلها والأخبار والأدب، وهو أهميتها بأهمية العلم إذا مش أكتر. لأنه إذا بنجي نطلع بالتاريخ أكترية العظماء بالفن هن مثقفين مش ثقافة. متعلمين، صحيح صح، عرفت علي؟ وأكترية اللي نجحوا بالعلم هن متعلمين ومثقفين بنفس الوقت، وإلا ما كان نجح بالعلم. بدي اتطرق لموضوع. طالما حكينا عن العلم، للأسف عندك بلبنان 3/4 الشباب لما بيتخرج طموحه يسافر. هل للأسف أنت عندك طموح إنك تترك لبنان وتأسس شيء برا بالغربة؟ أبدا، كنت رحت من زمان لو كان عندي هذا الطموح، سافرت من زمان. خبرة خبرية، مشكلتنا بلبنان ما عاش فيه قناعات، وصارت متطلبات الحياة كتيرة. بيتخرج الشاب دغري بده يتوظف ب 3000 دولار. يا أخي شوي شوي، ما الحياة سلم درج، ما فيك توصل على 10 درجة فجأة، بدك تطلع شوي شوي، بدك تبلش 500 و600 و700 وتتوصل ل 1000، تتوصل بعدين تتعرف قيمة بعدين ال10000 المكتوب بضل بالشهر مظبوط. إذا وصلت له. فأنا بدي أقول شغلة لكل الشباب اللبناني، إنه ما بيقدر واحد ينجح إلا إذا بلش من الصفر، وما بيقدر واحد يعرف درجة المية اللي وصل لها إذا هو ما كان مارق بالواحد وباثنين وبثلاثة لحتى وصل للمية. فأنا بدي أقول وطنكم بحاجة لإلكم، مثل ما هو عطاكم الكتير أنتو لازم تعطوه. وبيقولوا لك انه لا ما عطانا، وعينا على الحرب، وعينا في ظل اللا دولة، وبعدنا بظل اللا دولة. انا بدي اقول شغلة، ارضك او بلدك هو بيك. انت اذا بيك صارت له ظروف يا خيي، صار له حادث ومش بايده، هو قطشت ايده وانقطش اجره وانراحت عينه وراحت كلوته، بيضل بيك ولا لا؟ اكيد بتضل تعطف عليه ولا لا؟ بصير بحاجة لك اكتر من قبل حتى لو هو ما قادر يعطيك. اوكي، فكيف اذا هذا السبب، هذا الحادث اللي سببته لبيك سببه انت، سببه عقليتك ونظرتك المتخلفه للمختلف، عرفت علي؟ فانا بالنسبه لإلي هذا البلد في له هو بحاجه لإلنا كثير، خاصه انه هلا ولبنان قوي لدرجه انه بيرجع بيترمم وجرحه بيلحم بسرعه لانه فتي وبيضل فتي. فبتمنى، بس نحن دورنا انه نرجع نرممه. فبتمنى على الشباب اللبناني انه يبني طموحه هون، وما حدا يقول ما في شغل، وحياتك اللي بده يشتغل بيشتغل. انا ما في شغله ما اشتغلت ايام الجامعه، ما في شغله، شو بتسمي انا شاغل، بس كان عندي طموح، كان عندي بوان داريفي اسمه انه انا بدي اكون بهالمطرح لحتى العب دوري. مزبوط، كلنا بدنا نتعب. لبنان بحاجة لأشخاص مثلك. الله يخليك يا حبيبي. بدي أسألك، برأيك خلصت الدنيا أو بعد؟ لا هلا انت يمكن منطلق من قصيده خايف تخلص الدنيا اللي انا قلتها بكذا مناسبه، ومنها بالقصر الجمهوري بدعوه من الرئيس صح، وقتها كان في مؤتمر لاطلاق الشباب السياسه السياسة الشبابيه. الشبابية. بس انا برايي لا، يعني طالما في شباب
بعد مآمنة بالله وبالوطن، وطالما في شباب بعد مآمنة بالإنسان قبل كل شيء، أهم شيء. ما بينخاف على الدنيا، وما بينخاف على لبنان تحديدا. بس أنا خايف تخلص الدنيا، كتبتها بلحظة لأنه كان في وجع، وهذه القصيدة كتبتها لأنه كان عبالي أنه هالشاب اللبناني اللي منتمي لهالحزب أو لهالتيار أو أنه ينتمي للوطن. يعني الأحزاب بالبلاد الديمقراطية والبلاد المتقدمة هي لخدمة الشعوب وخدمة المجتمع، مش بالعكس. للأسف نحن الأحزاب عندنا هي لخدمة التقوقع المذهبي والطائفي، ولا خدمة إذا بدك تشرذم الشعوب عن بعضها. فمش هيك أنا كتبت القصيدة. وإذا هلا إذا بدك هلا بآخر الحديث في بدك مجال هلا من نسمعها. أولى تكرم عينك، خايف تخلص الدنيا ونحن بعدنا نايمين على تخت الطائفية نتغطى بالدين. خايف تخلص الدنيا غرقانين ببحر الكذب، نعلن ولاء الوطن ونحن ولائنا للحزب. خايف تخلص الدنيا ونحن بالاسم أحرار تقسمنا لكتايب وعم ننجرف بالتيار. حب الوطن ما اكتمل والعمال بلا عمل، والكتلة الوحدة كتل وعم نفتش على أمل. والتوحيد صفى وحدات والآخر ما منتقبل، والقوة صارت قوات وعم بيضيع المستقبل. خايف تخلص والظلم أخد حقوقنا وما ردى، والناس لحد الزعيم ما تلاقي حدا حدا. يا شعوب النوم اشتراكي، طولت كتير النومي، يلا قومي كفاكي صارت بتحرز القومي. خايف تخلص الدنيا ما أعرف ليلي من نهاري، لا عدوي من جاري ولا يميني ويساري. خايف تخلص الدنيا ويا وطني منستحي فيك، مسألوني انت مين بلون شيعي او كاثوليك، سني درزي ماروني ارمني او سرياني، ارثوذكسي بروتستانت علوي او علماني، بعرف عن حالي بطايفي وبنسى قلن لبناني. خايف تخلص الدنيا ووطني صغير تعبان، من ولاده المقسومين مع فلان وفليتان. واسمع صوتك يا جدي عم يوشوشني بحنان، يمكن تخلص الدنيا وما بتخلص قصة لبنان. ومثل ما قالي جدي بهيك القصة من زمان، يمكن تخلص الدنيا لكن ما بيخلص لبنان. طالما عنا ناس مثلك يا استاذ الله جورج ما يخليك يا تخاف، حبيبي، طول بنقل لي لك عمرك فكر. حبيبي. بدي اسالك، لما كنت حضرتك ب قصر بعبدا وقت اطلاق السياسه الشبابيه، شو دفعك تمثل الشباب؟ أول شيء في دعوة كانت من وزارة الشباب والرياضة، أكيد برعاية فخامة الرئيس، إنه بدنا أنت، اخترناك أنت كصورة بتمثل الشباب. من بعد ما عملوا هن إحصائيتهم تقريبا الرسمية بالجامعات وبالشارع اللبناني بكل فئاته بكل مؤسساته، فكان لي الشرف أنا، ودغري قبلت طبعا لأنه أنا كتير عبالي هذا الشباب، أنا من الشباب وبعرف شو هواجس الشباب وعيش بيناتهم. فسألوني شو عبالك تقول، فعبالي أقول يلي كل شاب بيفكر فيه بس ما بيعرف يقوله أو ما عباله يقوله أو خيفان يزعل تاريخه أو عائلته أو حزبه أو مؤسسته أو تياره أو كل شي بينتبهوا لإله ومش مسترجي يقوله. فطلعت أنا قلته لأنه أنا عبالي أنه انتمي، أنا منتمي للبنان فقط لا غير، بكل طوايفه بكل مذاهبه بكل إنسانه. وعبالي أقول أنه ما حدا نقى، مثل ما بتقول داعية مسرحية مش مختلفين، ما حدا نقى مينه، لا حدا نقى شكله ولا طايفته ولا أهله ولا دينه ولا شيء، ولا لونه ولا لون عيونه حتى ولا شيء. طيب عشو نحن مختلفين؟ للأسف سؤال. هذا اللي انزرع فينا كشباب، ونحن لنا الفخر انت تمثلنا. الله يخليك يا حبيبي. بدي اقول لك شغلي، انت ان شاء الله حتكون من عمالقة اللبنانية طول لي عمرك والعمالقة اللي حتمثلنا، وانت فخر نحن بنعتز فيك. حبيبي، ميرسي طالما كثير. عنا ناس مثلك استاذ جورج ما لازم نخاف على الوطن. احمر ودني لا يا خجلتني. زلمة ما بدي هالقد. الله يخليك. شو مشاريعك المستقبلية؟ هلا نحن حضرتكم، هلا انا حبيت استقبلكم ببيتي تسلم. يلي هو المسرح. نحن بهلا بصدد عرض مسرحية مش مختلفين يلي بتحكي عن عن الفرق الطائفي، يعني او التعصب. علي وكريستينا قصة شاب وبنت معروف من اساميهم، كل واحد من دين، انغرموا ببعضهم بلندن
تحت، تعرف بأوروبا تحت راية العلمانية، وقرروا إنه يجوا على لبنان يتجوزوا بعد 8 سنين من الحب. فهو بيطلع على البقاع يعرف على أهله، وهي بتنزله على الأشرفية تعرفوا على أهلها. طبعا مجتمعين متناقضين. هون بنشوف كمان إنه الهوى في طائفية بلبنان، بالأكل بالمي في طائفية، وأكيد ما رح نخبر أكتر. في كتير مشاهد كوميدية منطلقة للأسف من واقع مرير، ومنتهي المسرحية بواقع مرير، ولكن عم نجرب نقول نحن بهالمسرحية إنه الإنسان إنسان بغض النظر هو مين. وإذا ما عرفنا أو إذا ما محينا النظرة المتخلفة للمختلف، ما رح نقدر نبني مجتمع سليم، ولا رح نقدر نوصل للسلام ببلد يستحق السلام. نحن علامتنا كانت السلام للأسف. كيف بتحلم يكون لبنان، لبنان تبع كل اللبنانية، مش لشخص واحد معين، لكل اللبنانية؟ أنا ما عندي مشكلة الواحد يكون مؤمن ومتدين، بالعكس هذا فخر وكلنا بنفتخر بأدياننا، ولكن يا ريت منغوص بجوهر الأديان نكتشف إنه كل الأديان بتدعي لنكون محبين مظبوط، الكل، ونحن بنكره الإنسان وبنحط الحجة بالدين، نحن لقطينا بالعكس. فإذا بنيجي بنطلع كمسلمين كمسيحيين بكتبنا السماوية كله بيدعي للمحبة ولتقبل الآخر. فأنا ما بقدر أشوف لبنان إلا هيك، بحكيك صراحة، وما بقدر أنا أكون فعلا مسيحي حقيقي إلا ما أحبك أنت المسلم، وأنت ممنوع تكون مسلم حقيقي إلا ما تحبني أنا المسيحي، غير هيك بدي انسى. مش الحال. بدي ارجع فيك شوي كذا سنة لورا. أول مرة طلعت على مسرح 4 سنين كان عمري 4 سنين بمسرحية حياة القديس مارون، كنت عم باخد دور ولد مش فيه مرمرون. وقتها كان عندي 3 كلمات بدي اقولهم من بعد ما يحط ايده على راسي اللي عم يلعب دور مرمرون، بدي اوعى واقول له شكرا اخ مارون، 3 كلمات. فكنت قبل بليلة عم عيد دوري كل الليل، شكرا اخ بالليل مارون، العافية. شكرا اخ مارون، شكرا اخ مارون. تاني يوم طلعت على المسرح، بتعرف الناس بس يشوفوا ولد بيتعاطفوا معه صاروا يزقفوا، قد ما زقفوا انا وعيت بلا جميلة مرمرون يعني قبل ما يحط ايده على راسي، قلت له شكرا اخ مارون. ضليت نازل عند الناس، ما فت على الباك ستيج، قعدت عند اهلي وكفيت المسرحية من تحت. صدقني من وقتها اكتشفت متعة امتاع الناس، قديش حلو انك تدخل الفرح والبهجة لقلوب الناس وترسم الضحكة على وجهن. بس كمان مع الوقت مثل ما سبق قلت لك بالحديث، اكتشفت انه الضحكة لوحدها ما بتكفي، لازم تكون حاملة رسالة إنسانية ما. حتى الوجع لازم يتمثل توصل أنا برأيي إيه، يعني لما أنت بتسيطر على وجعك، بتسيطر على مأساتك، بتضحك عليها، بتصير تشوفها عن بعيد، بصير أهين لك حلها. وكلوك على مر كل الفترات اللي مرقت فيها، اللوك تاعك غيرته لا هو بيتغير وحده، هو لحاله. لا تقول لك لا، شيء الفيزيونومية يعني التغيير الشكل بيتغير. يعني انا كنت كتير اضعف من هيك بعد يعني بكتير، ضليت لفتره بقى تعرف بتتغير، بتنصح بتضعف، شعرك بتتغير، تسريحته. بس لا انا ما بعدني بلبس عوينات وبعدني نفس المنخار، ما عملت ولا عمليه ولا عملية ولا تجميل عمليه تجميل ولا بوتوكسيه ولا شيء ولا هيك نتفة بوتوكس شي محل ابدا، اكتر من هيك أكتر بوتوكس ما فلا ابدا ما غيرت شكلي. بس هو لوحده، هلا انتبه اوقات الشخصيات يلي بتكون عم مثلها بتتطلب انه يكون لها رسمه فيزيكلي كاركتير معين. معين، بس غير هيك لا. انا بحياتي العاديه كلاسيكي النازعه شوي. شو بتحب بالختام تقول لكل الجمهور اللبناني ولكل شاب وصبية وزلمة وولد وأم وفلاح سياسيين اللي بدك، شو بتحب تقول لهم؟ بدي اقول لهم قدرنا نعيش بهالبلد، ولو ما قدرنا نعيش بهالبلد ما انوجدنا فيه. وبدي اقول قدرنا نعيش مع بعضنا بهالبلد، ولو ما كمان قدرنا نعيش مع بعضنا ما كنا انوجدنا مع بعضنا. فبليز خلونا نعيش هالكم يوم بسلام، وحش بقى مسيطرين علينا بالتحريك الطائفي، وخلينا نكون شوي أكبر من هالقصص هيدي.
لحتى نقدر ننهض بمجتمع سليم. فلكل الكبار بقول لهم مرق عليهم كتير والله يساعدهم، بس يخلي يعتبروا من اللي مرق عليهم ويعلموا ولادهم العكس اللي مرق معهم. وبدي أقول للشباب ما تتركوا لبنان، اشتغلوا بلبنان، لبنان بحاجة إلكن، وبدونكن ما بيقدر يكفي هذا البلد. فهذا اللي مختصر مفيد عبالي أقوله. كمان بدي أشكرك كتير، بدي شكرا أشكر لك. فريق العمل، أهلا وسهلا فيكن، بدي أشكر جامعة الأيو يلي منعزها ومنحترمها كتير، تسلم. وكل مقابلة وانتو بخير. وانت بخير. وانا بحب اقول للكل بليز اسمعوا لاستاذ جورج خبز شو قال. خلي لي انا إياك. بتشكرك. شكرا لك، طول عمرك، شكرا اهلا لك. وسهلا فيكم.